السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. حبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في الأربعة السويلة بمراكش، واللي ما عرفاش كاينة في المملكة المغربية. هذا الخيرات والروال الجالية المغربية والناس موالي المدن الكبرى بالمملكة المغربية. وكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، حبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. كي تشوفوا معنا احنا في الأربعة السويلة بمراكش، عيالات ورجال وبنات ولاد، هذوك الناس اللي تيقولوا لنا ما تذكرش المدن الصغار أو البادية أو القرى. فاش نقولوا تحياتي كل مشاهد في المكان، أي اللي تيشاهد قناة زيتون مرجان تنحييوه. كي تشوفوا هاد الخيرات في الأربعة السويهرة، والناس اللي تكتبوا لنا تعاليق، عيالات ورجالة وبنات ولاد، تحياتي لهم كبيرة. أو الكوميطيرات، والناس اللي في الإدارات الكبرى في المملكة المغربية، كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، أحبابنا أهلا بكم جميعا. كي تشوفوا هاد الخيرات هنايا عند هذا صاحبنا، وديما تيتصور عندنا، وديما عنده خرفان زوينين. ما عندي ما نقول، جيبوا خريفين ملاح تبارك الله. هذا الغوق او الخروف البياضي كما تشوفوا، ولا الخروف كسابيك، هاد الخيرات كل واحد اش يقول له كاين في الاربع سويله بمراكش عند هاد الصديق تاعنا. بشحال بعتي هاد الخيرات عطاوك فيها ولا؟ هاد الخرفان هادو جناهم من القلعه من ملقطينهم، من القلعه من ملقطهم كما قال لنا هذا الرجل. ملقطينهم طيحنا ب 24400. باش طايحين؟ اييه 24400 باش طايحين. 1000 خايبين مليح، 1200 و20 تاع الدرهم. اييه 1220 درهم، 1220 تاع الدرهم. باش عطوك فيهم شي حاجه؟ مازال على الله، حنا تنترزق الله تبارك وتعالى، مازال باقي على الله. تيقول هذا الرجل يا ربي سهل عليه، امين يا ربي سهل عليه. كي تشوفوا هاد الخيرات خارج المغرب، الله يحفظك، شكرا لك. صبت عندكم شي شتا؟ الله يجمع الصحة والسلامة، امين يا ربي. الصحة والسلامة هي كل شيء. ما صبت عندكم في الصراغنة؟ جيبها الله، اشتاق لينا. احنا نطلبوا على الصحة والسلامة. هذا اللي كان، هذا اللي كان، راه الخروب شار. طعم جوفي ما فيه. داري كان كما تشوفوا هذا الرجل صديق لنا هنا في الاربع السويله بمراكش. يا ربي يجيب ليه الرزق لينا وليه لينا ولجميع المسلمين، امين يا ربي، يا في المغرب يا خارج المغرب. كانوا شكرا لك، على الجميع. الله يرحم والديك ان شاء الله تعالى. كي داير اسي؟ الله يسلمك، الله يحفظك، ياك انت بخير؟ شويه لاباس. الله يرحم والديك، الله يبارك. شحال الخيرات اللي بغيتي فيهم؟ وعطاكم شي حاجه؟ في الفرادي تيعطيو ولا جبنا عطاو؟ الفرادي تعطاوك؟ 30 28 29، هما كاينين عندنا حنا ب 27. 27 باش عليكم. تبارك الله، حتى هذا الرجل من القلعه تاع الصراغنه، وراجل درافات لحد راس العين ولا؟ لحد راس العين. لا ما عطلوش. اللي موجودين عندنا نبيعوا نشريوا لهم موجودين في السوق ديما. اياك، هذا اللي كان، هذا السيد وخوه وكلهم احبابته. هنا الناس ديما تيكون عندهم بحال هذا الغو، ويكون عندهم الخيرات تبارك الله، والناس زينين وتيقولوا لنا ثمن معقول. شحال قلتي لي عطوك في هذاك 29؟ هذا عطونا فيه 31. 31 اللي عطوك فيه؟ هما كاين جبنا ب 27000. باش ركضوا؟ اي باش ركضوا. هذا عطونا فيه 29000. هذا عطوك فيه؟ واخا فيه هذيك الحروشيه؟ اه الحروشيه باش تحيد هذه. غادي تحيد الحروشيه؟ هذا ودنه كبيره، ودنه زينه كما تشوفوا، القرن تاعو زين والثوب تاعو زين. هذا قالنا مولاهم توميين هادو. هادو توميين؟ هاد الزوج هادو. واخا ودن هذا اكبر من هذا. وهذوك اخويا 31 اللي بغيت. هذا ملح من هذا. ياك؟ هما زغبه وحده سبحان الله العظيم، قرن واحد. سبحان الله سبحان الله. هذا حيدت منه، وهذا بقى فيه شويه، وهذا علاش ودنه كبيره وهذاك شويه؟ وخلق الله، هذا خلق الله، هو يعرفنا. أيوة. الله اللي تيخلق. الله اللي تيصور، هو المصور. أيوة. كما تشوفوا الخيرات في الاربع السويره مراكش عند صديق تاعنا كما تشوفوا، تيقول لنا راه قدام 27. مليحه زين. ما عطاوك حتى شي حاجه؟
جمله ما عطاونا شكل الله يسهل هذا يعطيونا هذا عطاونا لي هذا عطاونا فيه 29 ياك هذا عطاونا فيه 31 جمله ما عطاونا ويفرش الله الله يسهل لك الله يسهل لك امين اللهم لا تدخل ايش هذا بخير هذا بعلم 25 بعتيهم تبارك الله كما تشوفون الخيرات في الأربعة تسوي هناك بمراكش أنت هذا الرجل باعهم 25,000 ونص باعهم بحالة 200,275 تاع الدرهم كي تشوفون معنا في الأربعة تسوي هناك بمراكش الخيرات نوريوها للجالية المغربية والناس مالي المدن الكبرى بالمملكة المغربية وكل مشاهد قناة زيتون ومرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن عيالات رجالة بنات ولاد أهلا وسهلا بكم جميعا كي تشوفوا نهار جوج في شهر جوج 2022 هاد الخيرات في الأربعاء السويلة من مراكش وباقي عندك شي حاجة أخرى ولا الله يسهل لك يا دروي شحال الخيرات؟ 23 ونص بغيتيها ولا عطاوك؟ لا عطاوها اليوم ما قصرش وليتي باغيها ما ان شاء الله خير كيما قال هذا الرجل عطاو 23,000 ونص عطاو بحال 1175 تاع الدرهم وما بقاتش عنده دابا كون صافا كون باع بها ياك اسي يا ربي يسر لك كيما تفوت خيرات في الأربعة السويهلة بمراكش نوريوها الحولة في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن حبابنا أهلا بكم جميعا تاع العام سيدي قدينا 26,000 باش ديتي إيه ولا مليحة أنا ب 2000 شحال عطاوك فيه؟ 2000 ريال ومرك ما بعتيش؟ وحنا في ربعة نجمة عطينا 3,000 ما بغاوش هو باقي وكنتي تبيع؟ ديتي ب 26 ديناها ب 26 عطاونا فيه 100 درهم هي 28 هذيك حوريه ولا خروف؟ لا خروف فرطاس هذا فرطاس وحرش اي هذا الدم ولا ب 16 عطينا 14,100 فيه واخا حيرش شويه ها؟ حرش حرش ونسيانك ولا بايق لها فرطاس ويلي ما غاديش تحيد لي هذيك الزغبه ما تحيش ويبقى فيك زوين هذاك ما عشا زوين فيها لا راه ماشي الحرش بحال الرطب هذا الرطب راه احسن منه ايوا هذا بغيتي تحسبوا الحوزين راه ما يطلعش مزيان لا والله تا غلاط الحال ياك وين نسيتو تا غلاط ها واحد ربع تاع العام سيدي هاي اللي حتى هادوك ما كاين باس هادو رطبين بعدا ما كاين باس 28 هادو زيتوني هادو اللي عطاوك ولا بغيتيها ولا عطاوها لينا قلنا لهم 29 بغيتي 29 زيتوني ها الملح ثاني ها تبارك الله ما عندي ما نقول ثاني ها هنا في التويله بمراكش ما عندي ما نقول انا هذا الرجل كي تشوفوا معنا هذا كاين حمله والو ياك والو ممنوع حيت كاين الحبوب كاين اكثريه فيهم الحبوب كاين حبوب بزاف كاين الحبوب بزاف كما تيقول هذا الرجل هذا الخيرات في الاربعه السويله بمراكش اييه تبارك الله 30 ما يعطي والينا شحال كرتي اليوم؟ 30 ما عطاونا عطاونا 28 وكنتي تبيع راه مخريفات زوينين زوينين طيب زوينين ماشي عندنا في القرعه الشغله يتباع ب 30 هذاك في هذيك الزغبه الحروشيه غتحيد هذه هذا الكجبزه كلها تحيد تحيد عرفتها هادو زينين تبارك الله زينين هذا هو شويه شويه اللي عندك شويه الله يسر لك الله يسر لك يا صاحبي ما عندي ما نقول والله الا زوينين الله يسهل لك شحال قلتي لي 30 اييه اللي بغيتو فيهم خدتهم اليوم شحال خدتهم 30 كي تشوفوا هاد الخرفان راهم زوينين ترك سيبا هنايا في الأربعة السويهلة بمراكش نحيي أي مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن حبابنا أهلا بكم جميعا أهلا الخير هذا 50,000 ها حرشتيه انا بغيت خليها انا قاعد زيدو لي هذا اكثر واش اللي يقول 25 باش خلي مساك يجري الله يرحم الوالدين شحال هذا هذاك 40,000 لا شحال عطاوك فيه شحال عطاونا 40,000 وشحال قلتي لهم؟ قلنا لهم 46 ماشي بزاف؟
لا ما بزاف شنو ما سمعت. الله يرحم والديك. راه الماكله غاليه وكل شيء غالي، الله يرحم ليك الوالدين. غليتي عليك.